شكرا للزميل حسام حداد ومتابعة الحالة المرورية من داخل الإدارة العامة للمرور في القاهرة. ونتابع هذا الحوار أو بعدها أيضا سنتوقف بعد هذه المتابعة من داخل غرفة العمليات أو غرفة إدارة الحالة المرورية بشكل عام وأهم التفاصيل التي استمعنا إليها. لدينا بعض الفيديوهات لمتابعة الحادث اللي استمعنا إليه خلال هذه الفقرة، الحادث المروري على الطريق الدائري. معنا مجموعة من اللقطات طبعا ومتابعة الأمر، سيارة نقل وطبعا التلفيات حسب المعلومات اللي وصلت إلينا 20 سيارة وثلاثة مصابين، 20 سيارة من السيارات الملاكي وثلاث مصابين. نتمنى طبعا في طبعا نتيجة لهذا الأمر في مشكلة كبيرة وفي شلل تام للحركة المرورية في الجانب اللي حصل فيه الحادث، وربما طبعا الأمر يتطلب بعض الوقت لإزالة أثار الحادث أو نقل السيارات اللي محتاجة إصلاحات. و عرفت كمان ان الحالة المرورية بدأت بالفعل، يعني بدأوا يفتحوا، تم فتح الطريق وابعاد السيارات او تحريك السيارات اللي تضررت او اصيبت نتيجة للحادث. ويعني الخبر الطيب في طبعا التفاصيل دي كلها انه الحمد لله لا توجد حالات حرجة او خطرة وان في ثلاث اصابات، لكن رغم ضخامة طبعا الحادث لكن الحمد لله ان الاصابات ليست بالخطيرة وان شاء الله يتم علاجهم واسعافهم بشكل سريع ومفيش مشكلات كبيرة حسب المعلومات اللي وصلت الينا على صعيد الإصابات أو الحالات لبعض المصابين من جراء هذا الحادث. ولسه بنشوف بعض المشاهد أو اللقطات أمام حضراتكم على الشاشة، ونعود في الدقائق القليلة المتبقية لطرح بعض النقاط الهامة المتعلقة بالمسار الحديث اللي تطرقنا إلى العديد من النقاط المتعلقة بالصعيدين أو طبعا الأبعاد الأمنية والسياسية من خلال حوارنا مع دكتور رفعت سيد أحمد. دكتور رفعت سيد أحمد، هناك تصريحات لبعض قادة الجيش، منهم طبعا التصريحات اللي صدرت أو جاءت على لسان اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني لما قال تم التعامل أو القضاء على أكثر من 90% من العناصر الإرهابية أو من التنظيم الإرهابي في سيناء، وأن العمليات ستنتهي قريبا في غضون أسابيع، وقال أن أنا يعني هكون أنهيت هذا الأمر بمعاونة الفريق المعاون له هناك أو القوات التي تعمل معه على هذا الأمر. إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر يمكن أن يتحقق في غضون أسابيع في ضوء ما حدث اليوم؟ طبعا اتمنى ده، يعني اتمنى لان يعني الجيش والفريق يقومون بهناك بدور يعني وطني وقومي كبير للغايه، لكن يحتاج الى مسانده من القبائل السيناويه على وجه الخصوص، رغم ان في تهديدات لها من العناصر الارهابيه طبعا لبعض الشيوخ، لكن الكتله الرئيسيه من القبائل، احنا عندنا 26 قبيله في سيناء، الكتلة الرئيسية منها تعلم دور الوطني للجيش المصري وتاريخ هذه العلاقة بينهم. قد تكون هناك أخطاء تمت من قبل الداخلية في مرحلة سابقة في التعامل مع أهل سيناء في أقسام شرطة وغيرهم، لكن العلاقة مع المخابرات الحربية المصرية ومع الجيش المصري تاريخيا منذ تكوين منظمة سيناء العربية التي قامت بدور تاريخي في 67 و73 ضد العدو الصهيوني، دور تاريخي لأهل سيناء، بتعاون هؤلاء مع الجيش المصري ومع الشرطة المصرية الآن في طورها الجديد الآن، أعتقد ممكن أن يوفقوا في هذا الدور في القضاء على الإرهاب. هل تتوقع استهداف لشخصيات سياسية أو إعلامية أو شخصيات عامة طبعا لها موقف مناهض لجماعة الإخوان ولسياساتهم خلال الفترة اللي فاتت؟ أتوقع ذلك للأسف، لأن في فقدان اتزان لدى من تبقى مؤمنا بضرورة عودة عقارب الساعة إلى الوراق ومعاندة الإرادة الشعبية التي تمت خلال الفترة الماضية سواء من الإخوان أو من الملتحقين به من التيارات السلفية التكفيرية. بالتالي هناك احتمال لأن يعرقلوا المسار ببعض هذه العمليات الاغتيال. كمية السلاح، ناس كتير قوي عندها مشكلة في فهم كيفية وصول هذا الكم من التسليح لهم واستمرارهم في التواجد والقيام بعمليات ولو كانت ضئيلة جدا رغم كل المجهودات وكل العمليات اللي نجحت وقامت بيها القوات المسلحة المصرية والشرطة طول الفترة اللي فاتت في سيناء. السلاح بيأتي بشكل أساسي من الحدود الغربية، وإذا أردنا ضبط السلاح في داخل مصر فعلينا بالحدود مع ليبيا بشكل أساسي مش مع فلسطين، بالعكس ده ممكن السلاح اللي بيجي من ليبيا بيطلع على فلسطين، بيطلع جزء منه. انا شايف ان المساحات هي اكبر مشكله في الحدود مع ليبيا تحديدا. ليبيا هي المصدر الرئيسي بعد تفكيك الجيش الليبي
وتسليم بعض العصابات المتخلفة السلفية المتشددة لمخازن ضخمة من السلاح في بنغازي وفي غيرها استهدفوا حتى الذين ساعدوهم فيما سمي بالثورة، وأنا مش مقتنع أنها ثورة أصلا، فيما سمي بالثورة هؤلاء ساعدوهم حتى قتلوا الأمريكان اللي ساعدوهم، وبالتالي السلاح يأتي من هذا المسار. وخلال الثلاث سنين اللي فاتوا أتى بكميات خطيرة للغاية وكميات مذهلة، وكان المكان اللي بتخزن فيه وبتستخدم فيه هي سيناء، وبالتالي لكي نمنع المنبع لابد من التأمين الحقيقي والكامل على حدودنا الغربية أولا، وحدودنا طبعا الجنوبية عن طريق البحر الأحمر يعني. وقالوا ان كم فعلا السلاح اللي كان وصل لايدي الجماهير في ليبيا او المواطنين او المدنيين حتى من قام بالتسلح منهم للمشاركه في الحركه المناهضه للرئيس السابق القذافي، ان اصبح الامر بيتم بعد الاستيلاء على مخزن من مخازن السلاح الضخمه انه بيتم توزيعها على الناس، يعني الفرد ده نصيبه 3 صناديق كلاشينكوف، ده نصيبه 2، يعني سمعنا من مواطنين متضررين من حجم السلاح الموجود حتى في الشارع. طبعا في ليبيا طبعا في 25 ميليشيا تعمل الان في ليبيا اقرب الى دول مستقله. نعم. كل دولة في حي يعني. أخيرا، هل حضرتك شايف أن التحركات اللي بتقوم بها العناصر المؤيدة للرئيس المعزول أو جماعة الإخوان ومحاولة إحداث يعني أو ارتكاب عمل عنيف داخل العاصمة أو في مؤسسة زي مؤسسات الاتصالات أو منطقة الأقمار الصناعية يمكن أن ينذر بتصعيد منهم أكثر، أم أنها تدخل في إطار اللي حضرتك قلت عنه أن تصرفات يعني عشوائية وغير محسوبة؟ أنا أعتقد أنها تصرفات عشوائية وغير محسوبة، لكن لا ينبغي أن نستهين بها. نعم. يعني لابد من عودة دولة القانون والأمن وفرض السيطرة الأمنية بشكل حقيقي دون إخلال بالحقوق القانونية للأفراد وحريات الناس، ودون تعطيلها، ودون حتى تعطيل حق التظاهر السلمي للناس. تعود الدولة، وهذا هو المطلوب، لكن تعود بهيبتها بدورها، وهذا هو المطلوب. بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة وعلى هذا البحث أو الدراسة الموجودة على صفحات التحرير، الأستاذ الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، شكرا. مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة، وبعد الفاصل تتابعونا ويعاد بناء على بعض المطالب الجماهيرية أو مطالب من السادة المشاهدين فيلم خاص عن حرب أكتوبر ونصر أكتوبر المجيد، والفيلم من تقديم الزميلة لميس الحديدي، تابعونا.